مدينة عدن أصبحت بكاملها تحت سيطرة القوات الموالية للرئيس هادي، أو هكذا يقول نائب الرئيس اليمني خالد بحاح، الذي وجه لليمنيين تهنئة على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، جاء فيها: نهنئ الحكومة ونعلن تحرير محافظة عدن. وأكدت مصادر محلية أن الاشتباكات بين مقاتلي المقاومة الشعبية المدعومة من قوات التحالف والحوثيين أصبحت تنحصر في حي التواهي، آخر موقع في يد الحوثيين غرب عدن. وأشارت المصادر إلى أن عشرات الحوثيين سلموا أنفسهم للقوات المحلية. وكانت الفصائل الموالية للحكومة اليمنية قد أعلنت بدء حملة أطلقت عليها اسم السهم الذهبي لاستعادة عدن بمشاركة قوات يمنية مدربة في السعودية وبتغطية بحرية وجوية من قوات التحالف العربي.